تسجيلات الأوطار مد يا أبو مد. فريلا بادي بتنادي على أهلي السعادة فيها البايح والبادي بيجي اليوم يهني. أهلا باللي جاينا عالفرحة يهني. أهلا باللي جاينا عالفرحة يهني. علوم رحمة الله برينا عبو وسام الغالي رحمة الله برينا. أهلا باللي جاينا هالطاري يهنينا. أهلا باللي جاينا هالطاري يهنينا. يا مرحبا بالضيف لعيونك يا ابو اليزن وعاشك كفر اللبد طلعت التراب. اللبد مضى فيها عنواني الطياب يا هلا كل من لا في عقم الدوادين. اهلا باللي جاينا عاها الفرحة يهنينا. اهلا باللي جاينا عاها الفرحة يهنينا. معزف على افراح وداعينا يا ابو اليزان يا غالي وعلى افراح وداعينا. اهلا باللي جاينا عاها الطاري هنينا. اهلا باللي جاينا عاها الطاري هنينا. معلوم يلا حي ضيوف ابو يزن الجميع. امتي يا ابو مبروك يلا هدي بالكم. فيها التحية وصبحها عالفجري يا هلا بالحمية الختيارية بعينينا. أهلا باللي جاينا عاها الفرحة يهنينا. أهلا باللي جاينا عاها الطاري يهنينا. غرد بجناحك يا طير بالنغمات الشاجية الله يصبحكم بالخير يا عموم الأبدية. الله يصبحكم بالخير يا كل الأبدية. الله يصبحكم بالخير يا كل الأبدية. الله يصبحكم بالخير مين صغير ومين كبير كل ما بيرفرف الطير أيام الشتوية. الله يصبحكم بالخير يا كل الأبدية. الله يصبحكم بالخير يا كل الأبدية. هلا اليزن كرمال عمامه والشاعر غنى أنغامه. أهلا وسهلا بكرامه شرف بها صباحية. أهلا بالضيفان والأوادم والخلان لا شر على الديوان ضيف والمحلية. الله يصبحكم بالخير يا كل الأبدية. الله يصبحكم بالخير يا كل الأبدية. يلا هدي بالك يا أبو اليزن. صباح الخير وجينا عند الحبايب هنينا الغالي غنينا احلى فن وغنيه. يا ابو انس نزل اهل الاماجد هون الجندي والقائد قبل نحيي بنكايد هيكسبنا طاقيه. الله يصبحكم بالخير يا كل الابديه. الله يصبحكم بالخير يا كل الابديه. يا سلام يا النار والتل
تسلي والجهل بتهلي النار وتدلي والرجال بتهلي واكبر صدر ديوان لو نقعد نملي واكبر صدر ديوان لو نقعد نملي قول يا ابو حبيبو بالخير لاقيها الناس حييها بالخير لاقيها الدار عليها لو فيك بتعلي الرد تلي ورجال بتهلي النار وتلي ورجال بتهلي اكبر صدر ديوان يوم نقعد نملي اكبر صدر ديوان يوم نقعد نملي ابو منصور يا زعيم يلا هاي هوب يا مرحبا يا ضيف واليوم يوم الكيف يا مرحبا يا ضيف واليوم يوم الكيف بيدينا لحسيف برجالنا نهلي بيدينا لحسيف برجالنا نهلي يا وجوه عزوها بالهال والدلي النار والدلي ورجال بتهلي النار والدلي ورجال بتهلي اكبر صدر ديوان يوم نقعد نملي اكبر صدر ديوان يوم نقعد نملي المناح عراس الابدي على الابدي نادي صبح على الاجوادي عز احبابي واجدادي لشام وافندي وادعي للرب العلام الرحمي عابو وسام اللي دارك عالم كرام بعده اطيب ذري هاي الدنيا والزمان فينا بتلف الاركان راحت ايام العربان قعدات الصباحيه وكفر الابد موجود العازم رصاص البارودي فيها تحلى الانشوده والنبرات الصوتيه والما تنظر بالعيون تستنى واحد منهم وين ابو القلب الحانون وين ام الختياريه انا يا اكرام الموريني وعقبال الجماعيني منور يا حبه عيني وخصوصي في الطاقيه قلت اذا جيت انا اقول ما تفرق طلعه ونزول مفطر عاقه كم زغلول وكم جاجي بلدي الاحلى
وسهلة يوم تيجي حلوة بتكون النتيجة الفرحة بتبقى باهيجي في الأواد مشاهلة بي كفر لا بتغانمي هالدنيا اللي مكارمي معروف إنها العاصمة للأشعار الشعبية لك هاي عاصمة الزاجل فيها الكلام المرتجل الحلو الطيب بالقبال بطلع مية بالمية كان الواحد بالديوان يوم يجي هني العرسان يدخل على الحفل عطشان يرجع روحه مروية يلا يرجع ومروي روحه ومداوي كل جروحه أولى الفن بيبنس روحه بطوابق عالية وبرضو كلنا بهاي الدار نعمال معرش عمار نعزم على قهوة وظهار على الجمرة مغلية لك ألطف يا رب المتعال ناس تخاف من الزلزال وإحنا عنا احتلال بيقصفنا بمدفعية ويوم ما اختلفوا الأدوار وصغار بتحكم الكبار ما ظل بطعم الشعار لا قيمة ولا هوية وهالدنيا مستفزة لكن فينا نبض العز بعد الهزة تيجي هزة وغير الاشياء البقية هو الواحد ماشي بالدير ماشي عنه ماله غير الله يصبحكم بالخير بمحبة وإنسانية والله يصبحكم بالنور عنا يعمو من جمهور مع رجائي وأبو النور وتامر حبة عيني وين تلقي وين تروح ممنوع وحتى بتنفوح والواحد قلبه مذبوح من هالحالة الشعبية يا ربي للناس تعين كل الناس بفلسطين الشعب سمعان وينين كنانين بفيني ممنوع بتصحى من النوم لكن عهمك مفتوم بين الحاجز والمحسوم يوجد آلف دورية لك نفس بنشرت الأخبار ما أسمع عن الدمار ضمني ضرب النار رب البرية إن شاء الله تلقى الأحباب يجوا عنا يدقوا بواب لا نلاقي الأغراب ونعدوا المحلية أبو إحنا اللي فينا صاير وجب تفسر له يا شاعر خربطت المشاعر بالأعماق القلبية إن شاء الله بفرحة يا زيد نيجي نشارك إيدي بإيد ندعي وين الأجاويد ونغني له الغنية يا زن يتصل علينا يا زيد حبة عينينا نيجي نغني أغانينا أو نعمل سهرة شعبية يا عمي بكفر الله مديل انتو الظاهر والسند انتو الكم وانتو العدد والقيم الحاتمية أو كفر الله بدل بلادي تهوى نظم الحدادي انشادك مع انشاده بالنغمات النتشاجية صهيب الجماعيني شاعرنا الفلسطيني وجودك مع البوريني صار يأثر علي او صار يأثر على المظبوط قولك ما يطلع مغلوط خلينا نداوي القنوط ونريح النفسية انا كنت الاقي حداي اكبروا من مستواي هنسلي بلادي ماي متخبي بأواعي يعني باقي تلاقي مين في الشي زي بفلسطين اسمي شاعر جماعين أبو الفن بغنية ما وقعت هالبلد وختمت لك كفر البلد لو عندك صبر وجالت ما بتنول الأولية بتلقاني شاعر جالود صدقني فوق المعهود غني من أطيب أنشود أرض العالم سوية اللي بيشهد واللي شاهد لا قيمة كفر الأبد كل حتى بهاي البلد اتسيب صف الغربية أنا بهالبلد في حداي واحد رايح واحد جاي قلال اللي بيعلوا الراي خلوا الراي علي يوم ما عملت مربع كل الشعب بيتمتع ولا بتحكي ولا منفع هات الكلمة البديع أنا لما بغني مربع حروف بفجرها منبع بخلي يلي يسمع نفسه تبقى رضية يا عمي يرضى عليك والحبايب حواليك اليوم بننصح إليك خليها عالضحية غنينا هالأغاني وكل العالم فرحاني أحلى يلي بديواني عاشوا ربعي والأهلية